طبعاً بأجواء التجربة أو التيست الكبير اللي صار من فترة من يوم الجمعة أو يوم الخميس وبلش تيست الكهرباء إنه والله لنشوف ردة فعل العالم، نشوف رياكشن العالم كيف إذا قطعنا لهم الكهرباء. خلونا نقطع لهم مثلاً 10 دقائق، بلشنا بعشر دقائق، بلشنا بساعة، بلشنا بساعة ونص، بلشنا بساعتين، في مناطق بلشت بثلاث ساعات، بأربع ساعات. هذا الحكي كان خميس جمعة سبت. طبعا صارت على الفيسبوك ثورة، ثورة عارمة على فكرة، يعني لا يوجد أي مبرر. يا جماعة، يا جماعة الكهرباء، يا سيادة رئيس مجلس وزراء مسيو عماد خميس، حبيب قلبنا وحبيب قلب الكل، وانت بتعرف انك انت العالم كله بتحبك، فلا تنزع هاي الصحبة مع الناس، لا تخلي الناس كلها كانت عم تدعي لك ما تخليها تزعل منك. هلا عمليا نحن واسطة خير، نحن واسطة خير بين الناس وبين حكومتنا البهية، يعني اجمالا قصص انه والله انضرب انبوب انضرب وقفت محطة، يعني خلصت صارت بالماضي هاي. اوكي، يعني اذا بدنا نقول والله بيطلع بيضحك علينا العالم، الله يكيلك. فلذلك لانه نحن بنحب دولتنا وبنحب حكومتنا وبنحب دائما يكون شعبنا اولا واخيرا متدفي وعين الله عليه ويطير العقل وما بيعذب، ها انتبهوا ما بيعذب شعبنا، فنحن نريحه شوي ما هيك؟ يعني هلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله شغله الدولار عم نلمسها على القوائم على الفيسبوك، بس طبعا بس علبه الحلاوه لساتها حقها هيك، الزيتات لساتها حقها هيك، البزرات لهلا ما في شيء نزل، ما هيك؟ لهلا ما في شيء نزل، ما في شيء نزل غير القاطع تبع الكهرباء بس. لذلك يعني نحن بس بدنا نقول شغلة انه معلش، يعني الحمد لله نشكر الله بفضل يعني جهود وبفضل تضحيات جيشنا العربي السوري، يعني مشكورا واكيد كل التحية لجيشنا جيش الوطن، واكيد كل التحية كمان لكل شيء عم يضحي كرمال الوطن. بس في شيء بالعقل وفي شيء خارج العقل، بدنا نعمل صفقات تعاقدات وضحوا للناس، قولي لهم والله انا بدي بيع مثلا كهرباء للعراق، بدي بيع كهرباء للاردن، بدي بيع كهرباء للبنان، فلذلك بدنا يعني مشان الدوله، فنحن لانه كرمال دولتنا مشان خزينتنا فنحن رح نعمل تقنين مثلا ساعه ساعتين ثلاثه علينا. فلذلك نحن لانه بنحب نكون واضحين، بنحب نكون قادرين ان احنا نوصل رسالتنا صح بالاعلام، فنحن من واجبنا انه نحن نقول انه لا يوجد اي مبرر لقطع الكهرباء بعد ما رجعوا كل حقول النفط والغاز لدولتنا الكريمه. لذلك معلش خلوا الشعب بقى يتدفى وخلوا الشعب بقى يرتاح، او في عندي حل تاني. نزاهة، أمانة، وفاء، محبة، تفاني، تهاني، سعاد. تتذكروا يا حكومتنا البهية لما كان لتر المازوت بسبع ليرات؟ نزلوا لسبع ليرات وقطعوا الكهرباء، وما بدنا يا هالكهرباء كلها بالشتوية. وفروا مازوت للعالم، دفون للعالم، بعدين اقطعوا الكهرباء قد ما بتكون ماشي يا اخي. انا مني وعلي، انا ببيتي ما بدي كهرباء، بس وفر لي مازوت بسبع ليرات. مو والله اذا بدي اعبي 100 لتر من برا بدي اعبيه ب 30,000 ليره، هلا لشهر 12 بدي اعبيه ب 60,000، وبكره بنشوف. معلش احنا لما بنحكي هذا الكلام بس لانه نحن بلدنا بقلبنا وانتو بقلوبنا كمان يا حكومتنا، ولانه شعبنا بيستاهل الراحة او ما تبقى من شعبنا عايش لسه بسوريا. خلوه بسوريا يا جماعة، خلونا بسوريا، الله يوفقكم، خلوها بسوريا. الله والملائكة تحرسها. بكل حب معي بالاخراج شريكي وحبيب قلبي وتوأمي الرائع عبود. كيفك يا مان؟ عبود الوحيد اللي بيضحك من تحت لتحت يا جماعة لما أنا بحكي بهدول القصص. أوكي، بكل حب رح رافقكم مايكروفون جورج غرام، وهلأ